الهي يا رب يفرمك الترميه عاد. بس هم شالوا الترميه من زمان. الهي يدوسك المونوريل. يدوسوا المونوريل ازاي؟ المونوريل فوق يطلع له او يقع من طيار. بس الطياره فيها ركاب ما لهمش ذنب. بقول لك ايه يا حنان، ما تشوف لنا دعوه عدله كده بدل ما انت قاعده بتعملي الكوسه وخلاص. ادعي دعوه في ساعه استجابه كده وتكون ابواب السماء مفتوحه. ده الوليه مراندا يا اختي على دعوتها يا خراشي. الست دعت على بنتها بالفضيحه في ثانيه. المدرسه كلها كانت عارفه الوكسه اللي البت فيها. لو ايه؟ لقيت المدرسه كلها بتخبط على باب البيت. ايه يا صدفه؟ في ايه؟ ارحميني. هتعوريني. تتحرق راندا على ام راندا على علي على اللي جابوهم في ساعه واحده. هتعوري نفسك. هما كانوا من بقيه اهلك وانا معرفش. لا. ولما هو لا، طب ما تركزي معانا في مشاكلي، ما انا من اهلك. وتشوفي لي الواد السافل اللي قاعد جوه ده، شوفي لي معاه حل. ولا انت تمامك الكلمتين اللي قلتهم له؟ وشكرا للتحيه ونراكم في المسرات. انت تعرفي عني كده؟ تعرفي كده عن اختك؟ ده انا صدفه، ده مفيش مخلوق خالق على وجه الكره الارضيه يقدر يحطني قدام الامر الواقع. ودينا اتحطينا كلنا قدام الامر الواقع، ووشنا بقى في الحيط يا صدفه. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا نفسي افهم. الولا راسه ألف ست ما يطلقهاش، هي سحرال ولا عامله له عمل ومخطي عليه؟ عملها اسود ومهبب العقربه دي. بقول لك يا حنين، ركزي معايا كده. احنا لو وصلنا. لا ما وصلناش. ما تقوليليش وصلنا تاني. هتقولي لي نفس الكلام اللي قلتيه لامين امبارح قدام العيال، مش كده؟ نجيب اهلها ونلمهم ونعمل قعده عرب ونطلعها غلطانه ونضربها على ايديها. ارحميني. شايفه تسرعك؟ شايفه تسرعك بيوديك لفين؟ ما تسيبيني، ما تسيبيني اقول الكلمتين اللي عندي. مش يمكن تلاقي الحل هنا؟ ماشي يا صدفه، اهو اهو اتكتب. قولي الحل اللي عندك. بصي يا حنان، احنا ما قدامناش غير اننا نجيب علاء. مين علاء؟ علاء الدين. هيكون مين يا حنان؟ علاء مين يعني؟ علاء الطفل المعجزه اللي كانت متجوزاه وطلقته. طب ما هي بتقولي كانت متجوزه عرفي. واحنا مالنا؟ احنا مالنا عرفي ولا رسمي؟ مش ده موضوعنا. ده احنا نجيبه ونخليه يقر ويعترف بالتاريخ المحدد اللي هي رمت فيه عليا من الطلاق. بعد ما يفتن عليها بقى سيبي لي الموضوع. اقل حاجه كده هكون جايبه لها 3 سنين. ما بقاش صدفه. وفلوس المحامي عندي. طب وعلاء ده هنجيبه منين؟ اللي يسال ما يتوهش. استني اما اشوف مين بيكلمني. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.